ربنا سبحانه وتعالى اراد لي ان اعمل بهذا، وقعدت اشتغل 5 سنين في موضوع الدكتوراه بس. فعملت ابحاث كتير على ايه المواد اللي بتعمل للناس سرطان وفشل كلوي وبتعملها تشمع او اميلودوس او، ولقيت انه التوكسينز، السموم، المبيدات الحشريه، الدراجز، بعض الادويه السامه زي سايتوتوكسين دراجز، اندوكسان، ومش عارف اللي بنديها للمرضى وخاصه في علاج العلاج الكيماوي مثلا. ولقينا ان بعض الهرمونات واللحوم اللي فيها هرمونات زي الفراخ اللي بتاخد هرمونات وزي بعض اللحوم، وانا عرضت عليكم قبل كده افلام عن اللحوم المسرطنه وصناعات اللحوم المسرطنه، وشفنا بقى صناعات اللانشون والهامبرجر والسوسيس، وشفنا صناعات مش عارف ايه، كل صناعات اللحوم انا وريت لكم الافلام، ارجعوا للحلقات بتاعتي. وقد ايه هذه البروتينات ممكن تتحول الى بروتينات يعني عدوة. هل في بروتين عدو وبروتين صديق؟ نعم، في بروتينات صديقة وبتتحول الى امينو اسيدز بنحبها، اسينشال امينو اسيدز. وهذه البروتينات الصديقة سواء في الفراخ او السمك او اللحوم او النباتات زي العدس والفاصوليا واللوبيا وغيره، اسمها البروتينات الصديقة. البروتينات الصديقة دي او التي يعرفها الجسم تتحول الى في الهضم الى امينو اسيدز او احماض امينية، اسينشال امينو اسيدز حوالي 25 حمض اميني، وبعدين الجسم ينقي منها اللي هو عاوزه ويبني منها العظام ويبني منها كرات الدم ويبني منها كل البروتينات اللي هو عاوزها، البومينز وجلوبولينز و و و و و. ايه الكلام اللي انت بتقوله يا دكتور؟ الكلام ده بقوله ان ساعات تتحول البروتينات الصديقه الى عدو. امتى؟ في حاله المرض. يعني يا دكتور اقول لك، انا ساعات واحد يقول لك انا كان عندي يا دوبك كده شويه برد خفاف، كلت سمك، البرد سخن ظهر والسخونيه والرشح و و و، اجرك الله على اللي حصل. والا بقى لو كان السمك ده تونه ولا حاجه محفوظه بمواد حافظه، ولا حد خد مثلا بروتين نباتي عدسه، ففي المرض تتحول البروتينات الصديقه الى بروتينات عدو، يبقى الجسم مش عارف يفرق ما بين بروتين عدو وبروتين صديق. طيب ده للانسان لو سخن ورجع وسهل و و وجاله نزله معويه ممكن ربنا يشفيه. لكن في حاجه اخطر من كده، الاخطر من كده ان تدخل هذه الامينو اسيد وهذه البروتينات تدخل الى الجسم، تدخل الى الخلايا، وبعد ما تدخل الى الخلايا تخش جوه الخلايا تعمل لي انتي نيوكلير انتي بودي، وتعمل لي انتي دبل سترانز دي ان ايه، وتعمل لي تشمع في الخلايا. جاي منين البروتينات الغريبه دي اللي شمعت لي الكلى وشمعت لي الكبد وبوظت لي خلايا الجسم؟ جت منين؟ جت من اللحوم المصنعه، الفراخ المجمده، الحاجات اللي في الفريزر. طبعا بيحصل دي ناتوريشن اوف بروتينز، يعني البروتينات بتحطها في الثلاجه وتطلعها من الثلاجه، تبيعها في الثلاجه وتحطها في الثلاجه وتطلعها من الثلاجه، كل ده بيعمل دي ناتوريشن اوف بروتينز. وعشان كده انا قلت لكم بدل ما تاخد بروتين صديق يتحول الى بروتين عدو، من فضلك اما تحب تجيب لحمه انزل اشتري لحمه، ولما تحب تجيب فراخ انزل اشتري فراخ بلدي طازه، ولما تحب تشتري سمك من فضلك انزل اشتري سمك طازه، لا حاجه تلانا لا دي فريزر ولا حاجه انا كذا. وجاء بقى ألد الأعداء، وهي المواد مكسبة اللون والطعم والرائحة، ومثلا شرائح البطاطس، شرائح مش عارف إيه، أكياس إيه، ها؟ وتحط البطاطس دي لمدة شهر شهرين ثلاثة، مفيش ميكروب يقرب لها. المواد الحافظة جامدة جدا، المواد الحافظة دي بتعمل حموضة، فشل كلوي، فشل كبدي، سرطانات، كل دي بتدي حاجة اسمها فري راديكالز، وشوارد، الشوارد دي بتكسر الخلايا. موضوع الدكتوراه بتاعتي كان إيه؟ الأنتي أوكسيدنتس. ما هي مضادات الشوارد؟ ما هي مضادات هذه الأكسدة؟ لكن لو أنا كلت حاجة بسيطة، مادة سامة بسيطة، احتمال أنتصر عليها. لكن أنا قاعد أكل شرائح بطاطس قد كده، وأشرب كولا قد كده، وأكل مش عارف إيه سوسيس وبرجر وعليها مش عارف إيه، ده أنت دخلت مواد سامة وبروتينات غريبة كثيرة جدا، لدرجة إن الجسم بقى يفوتها، بقى يدخلها الكلى والكبد، عمل لك فشل كلى وكبد. طب ايه اللي يعمل لي ميمبرين ستابلايزيشن؟ ايه اللي يعمل يخلي حاجز الخلايا كويس فما يدخلش البروتينات الغريبه ديت؟ اللي يعمل كده خدناه بقى. اول حاجه خدناها بعض الفيتامين زي الاسكوربيك اسيد، فيتامين سي،
زي فوليك أسيد الطبيعي في البقدونس والكرفس والحاجات الخضراء الجميلة، طبيعي وليس مخلق. خدنا بعض الفوسفوليبيدز اللي موجودة في صفار البيض إذا أخذ بكميات قليلة. خدنا بعض المواد اللي بتعمل مناعة للجسم زي الطحالب الخضراء، بعض المواد اللي بتعمل مناعة للجسم زي ما بنعمل احنا تفاعل مناعي عن طريق سم النحل وغيره، زي ما بناخد الخل اللي قال عليه النبي محمد نعمل إدامه الخل فبيدوب الدهون الزائدة تذوب، ومع الأملاح الزائدة وغيره وغيره. طبعا في 10-12 حاجة الحمد لله ربنا أكرمني بيها تعيد تكوين الخلايا مرة أخرى. طب يعني ايه تعيد تكوين الخلايا مرة أخرى؟ يعني تعالج لك الفشل الكلوي وترجع الكلية الضامرة إلى كلية طبيعية، إن شاء الله تزيد الكلى كل شهر سنتي، إذا كانت 6 سنتي بعد شهر تبقى 7، بعد شهر تبقى 8، بعد شهر تبقى 9، ترجع لك الكبد سليم، الحتة اللي تليفت خلاص بنجيب حتة جديدة نعملها ريجينريشن. وكنت بتناقش مع بعض الأساتذة، لو أنا عايز أجدد الكلى أو أجدد الكبد أيهما أفضل، إني أزرع حاجة جديدة وأنا جسمي بيكون أجسام مضادة، فالجسم اللي افسد الكلى الطبيعيه يفسد الكلى المزروعه، اشيل الكلى الجديده واحط كلى تانية هيبوظها برضه، اشيل الكلى تانية واحط كلى ثالثه هيبوظها برضه، انت ما صلحتش سلوك. انا جالي ناس العياده والله العظيم زرعوا كلى 3 مرات، والله العظيم 3 مرات وفشلوا. احنا بنتعامل بلا حكمه. يعني ايه بلا حكمه؟ يعني ما حدش فاهم ايه السبب فنقوم نمنع الاسباب، وما حدش عارف ايه اللي بيجدد الكلى فبناخد كده كده ليه؟ لان احنا اتعلمنا في كتب الطب ان الكليه ما دام باظت ما بترجعش تاني، وخلاص الدكاتره حفظوا كده ما بترجعش تاني. هو اللي يموت بيرجع؟ بيرجع. والاف المرضى اللي ربنا اكرمنا وبطلوا غسيل، والاف المرضى اللي لحقناهم قبل ما يغسلوا، ده كان موضوع دكتوراه، موضوع جامد يعني من 90 ل 95، احنا النهارده في 2015 بحكي لكم على حدوته بقى لها 25 سنه، وازاي تعمل ممبرين ستابيلايزيشن وازاي ترجع تعمل ريجينريشن اوف سيلز. والريجينريشن ده او تجديد الخلايا حاجه من اتنين، يا تجدد الخلايا وهي جوه جسمك، يا اما تاخد خلايا ميريستيميك سيلز او خلايا بولي بوتنت سيلز او خلايا كثيره الانقسام تاخدها بره وتزرعها وتعملها ستيم سيلز او خلايا جذعيه وتكترها قوي قوي وتدخلها كليه فتعملها كليه، او تدخلها بنكرياس تعملها بنكرياس، او تدخلها كبد فتعملها كبد، او دخلها في اوعيه القلب فتعملك اوعيه جديده. دي ستيم سيلز شغاله في العالم كله حلاوه، والله العظيم الاف الابحاث كل يوم على ستيم سيلز، ياخد منك خلايا ويكبرها ويكترها ويرجعها لك تاني تصحح اللي فسد. في طريقين، يا نجدد لك الخلايا جوه الجسم من غير ما ناخد منك عينات، يا اما ناخد منك عينه ونكبرها بره ونرجعها لك تاني. دي كان موضوع خطير جدا وهو موضوع الدكتوراه اللي هو البروتكتيف افكت اوف سام فيتامينز اند فوسفوليبيدز، بعض الناتشورالز او بعض المواد الطبيعيه ضد الفري راديكالز، ضد السموم، ضد الاشعاع، ضد السرطان.